لا ايه طبعا رايك؟ هي يعني حاجه التسعة حلوه يا طبعا، اهلي. واهم حاجه التسعه دي يعني حتى احنا كلاعيبه محتاجينها. يعني انت كلاعب كوره محتاج تعمل حاجه لنفسك. يعني انا نفسي الحمد لله الحمد لله واخد 2 بطولتين افريقيا، بس انا محتاج برضو وكاس سوبر ازود اعتقد. وكاس سوبر، بس انا محتاج ان انا ازود في لعيبه مثلا بيبقى ده المفروض تفكيرها ان هو انت ما خدتش حاجه، انا محتاج ان انا اخد بطوله افريقيا عشان تتكتب لي في النادي. يعني انت بتلعب كوره عشان يعني تبقى ليك اسمك، تبقى حاطط حاجه باسمك في النادي، فدي تبقى ليها طابع خاص وليها طعم خاص. يعني الجمهور محتاجها، احنا برضو كلاعيبه محتاجينها لان ده شغلنا. يعني انا بعتبره ان ده شغلي ان انا لازم ادور عليها تحقق في حاجة بالظبط. طبعا. يعني تخيل انت الناس بتشجع النادي لمجرد النادي، انت بقى بتشتغل فيه هتعمل ايه؟ يعني انا واحد من الناس نفسي طبعا طبعا لازم نسعى عليها، ان شاء فدي الله. دي برضو اللي حضرتك بتقول ان انا طبعا بعد من كده ان شاء ضمن الله ده طموحاتك طموحاتي طبعا. الفترة اللي جاية، دي لازم ويمكن يعني ويمكن اتكلمنا كمان انا وانت شوية